مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم بعد الصافره، معي انا عبيد نفاق. عادت الحياه الى كره القدم وعاد الدوري الالماني مره اخرى. شفنا مباريات كانت حلوه الحقيقه مع وجود غصه غياب الجماهير وتراجع مستوى بعض الفرق بسبب الانقطاع الطويل، وهو الشيء اللي كان متوقع، ولكن كان من غير المتوقع انه نشوف مباريات بهالجماليه هاي وبعدد الاهداف الكبير اللي صار فيها والاثاره اللي شفناها بمباريات الدوري الالماني واحتدام المنافسه على الصداره بالوقت الحالي. اليوم اللي راح نحكي فيه او القضيه اللي راح نتطرق لها هي موضوع شوي بعيد عن هاي القصه، ولكنه مرتبط فيه بطريقه او باخرى، وهي قضيه الصوم ولعب كره القدم. أثيرت هذه القضية قبل محافل كثيرة بالماضي، وكان آخرها طبعا كأس العالم 2018 اللي كان في جدل كبير حول موضوع صيام لاعبي المنتخب السعودي والمصري والتونسي والمغربي والإيراني وعدد من اللاعبين المسلمين بالفرق الأوروبية الأخرى. أثير هذا الموضوع مرة أخرى مع انطلاق الدوري الألماني، لأنه مثل ما نعرف في لاعبين مسلمين بدورتموند بشالكا بعدد من الفرق الألمانية، وكان السؤال هل يجب أنه يصوموا بعد هذه الفترة الطويلة من الانقطاع واللي أثرت أصلا على مستواهم خلال المباريات اللي راح يلعبوها. بعض اللاعبين فضل الصوم، البعض الآخر قرر أنه ما يصوم. قضية الصوم طبعا هي قضية روحية ودينية، ولكن كلياتنا بنعرف أنه الموضوع بيأثر بطريقة أو بأخرى على طاقة الإنسان خلال يومه وعلى أداء أعماله، أعمال بعض الناس طبعا وليس الجميع، وقدرتهم على الإنتاجية خلال اليوم. وهذا موضوع عبروا كثير من المدربين عن قلقهم بسببه، وكان آخرهم طبعا هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري خلال كأس العالم، واللي قال أكثر ما يقلقني في هذه البطولة هو موضوع صيام بعض اللاعبين. بذلك الوقت إدارة المنتخب المصري اتخذت قرار بأنه تترك الموضوع اختياري بالنسبة للاعبين، اللي بده يصوم يصوم، اللي بده يفطر يفطر، وهذا فعلا اللي صار. ورغم أنه الناس بتنظر لموضوع الصوم بنظرة سلبية شوي من ناحية الطاقة وما إلى ذلك، بظل في جانب إيجابي عبر عنه طبيب أو كبير أطباء نادي كريستال بالاس بمقابلة مع بليتشر ريبورت بسنة من السنوات الماضية، وقال فيه قال انه معظم اللاعبين اللي عملت معهم عبر تاريخي ومسيرتي فضلوا دائما انه يلعبوا هن صايمين، لانه هذا الشيء بيعطيهم التركيز الذهني والقوة الذهنية على ارضية الملعب، وبيعطيهم الحافز الاكبر لانهم يؤدوا ويكونوا بقمة مستواهم خلال المباريات. وما خبى الطبيب هذا وما اخفى حقيقة انه كان بعض اللاعبين يصوموا خلال التدريبات ويفطروا خلال المباريات، أو البعض الآخر كان يبقى صايم خلال هاي العملية كلياتها. كلام طبيب كريستال بالاس أكده رئيس جمعية أو مؤسسة اللاعبين المسلمين، واللي قال أيضا أنه دائما الصيام بيعطي قدرة للاعب على أنه يركز أكثر، على أنه يكون متحفز أكثر للعب فوق أرضية الملعب، وبالتالي هو أثره إيجابي عليه على المستوى النفسي والروحي وما إلى ذلك من أمور. وفي تصريح آخر للاعب المنتخب المصري السابق وهو عبد الظاهر السقا. عبد الظاهر السقا كان يقول أنه كان يؤدي أفضل بالمباريات لما بيكون صايم. قال ما بعرف شو السبب، ربما هي المساعدة الإلهية كما وصف أو كما تحدث. وبالتالي الموضوع له آثار سلبية ممكن تكون من النواحي المتعلقة بطاقة الإنسان وقدرته على العطاء داخل أرضية الملعب على المستوى البدني، ولكن بنفس الوقت له آثار إيجابية تتعلق بالجانب الروحي والجانب الذهني للاعب داخل أرضية الملعب. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من بعد الصافرة، إلى أن نلتقي الأربعاء المقبل، كونوا بألف خير.